14 5 و6 ايوه من فضلك اقراها. واحد يعتبر يوما دون يوم، ايوه، واخر يعتبر كل يوم. يعني ايه واحد يعتبر يوم دون يوم؟ يعني واحد بيعتبر ان يوم السبت ده او يوم الاعياد دي ايام مقدسه، اه، وان هو لازم يعني يبقى فيها نوع من العباده والتقوى والنسك اكتر من غيرها. أيوه. واخر يعتبر كل يوم، يعني اخر واحد تاني يقول لك لا كل الايام دي بتاعت ربنا. أيوه. يعني واخده بالك؟ فاللي يعتبر يوم دون يوم ده اللي هم اليهود اللي كانوا بيحفظوا السبت والاعياد اليهوديه الاخره. واخر يعتبر كل يوم، يقول لك فلا تيقن كل واحد في عقله. يعني ايه؟ يعني كل واحد يحكم ضميره وعقله. الذي يهتم باليوم فللرب ايه؟ يهتم. لان لو انا بهتم باليوم ده فانا بهتم بيه عشان ربنا. يعني والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. وانا مش بتكلم عن ايام معينه، بيتكلم عن كل يوم، ان كان هذا اليوم يوم عيد او مش يوم عيد، يوم سبت او مش يوم سبت. والذي ياكل فللرب ياكل لانه يشكر الله، والذي لا ياكل فللرب لا ياكل وايه؟ ويشكر الله. لا لكن هو متهاون في الاصحاح ده، يعني طبعا هو ما انا عارف. يعني هو الحقيقه موضوع ان الحفظ السبت والختان والحاجات دي بولس الرسول وقف قصادها بشكل، حتى هاجم بطرس في غلاطيا اصحاح بحاله، في روميا يعني في كل يعني وكلوسي بالذات كمان في كلوسي 2:16 يقول ايه؟ فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او من جهة عيد او هلال او هلال سبت او سبت التي هي ظل الامور العتيدة دي، كلها رموز. واما الجسد فللمسيح. يبقى اذا هنا بيقول بولس الرسول انه ما فيش حاجة اسمها عيد او هلال او سبت، ونقدس ايام دون ايام، بل كل الايام هي ايام الرب. واصبح دلوقتي بالنسبة للمسيحيين أصبح تقديس يوم الأحد اللي قام فيه المسيح من الأموات هو يوم العبادة، على أساس ده تذكار قيامة المسيح، وده الحدث اللي من خلاله المسيحية وجدت وبدأت وانتشرت. ولو نحن يعني أنا لسه النهاردة ولا امبارح كنت قريت الآية دي في رسالة بطرس الرسول الأولى، يقول لك مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية بقيامة يسوع المسيح من الأموات. ولدنا بقيامة المسيح، يعني قيامة المسيح هي سر ولادتنا الجديدة، ولادتنا من الله. فعشان كده احنا هنا بنتكلم عن موضوع مهم خالص، ان احنا أصبح يوم الحد يوم القيامة اللي فيه فعلا احنا بنراجع نفسنا، يا ترى انا قمت مع المسيح وعايش القيامة كل يوم ولا لا. فهنا بيقول واحد بيعتبر يوم دون يوم، واخر يعتبر كل يوم. يعني كل واحد بقى يعقل نفسه، يعني فكر كويس، يحكم ضميره وعقله. انت بتهتم باليوم ده علشان ايه؟ بتهتم باليوم، بتهتم عشان ربنا، يعني اليوم ده بتاع ربنا. ان كان في بعض الناس، وده بقى الكلام اللي احنا عايزين نقوله، زي بتوع روما دول، كان الحقيقه ناس حديث الايمان ولسه، يعني خصوصا اللي جايين من اليهود اللي تنصروا دول، ما كانوا لسه موضوع الناموس ده مش قادرين هم يتخلصوا منه بالكامل، فكانوا لازالوا يحفظوا السبوت والاعياد. بولس الرسول ما رضاش ان هو يعني يصدمهم في الاول ويقول لهم لا، قال لهم لا بس يعني لو انتوا بتعتبروا كل يوم، قال لهم كده في ناس تانيين بيعتبروا كل يوم، مش بس هي دي الايام دي هي مقدسه، ولكن الايام السنه كلها اصبحت ايه؟ مقدسه في الحد، أصبحت مقدسة في الحد، في يوم السبت لو الراحة، لو أصبح يوم الحد دلوقتي يوم القيامة. لكن الحقيقة بالنسبة لسيد كولوسي كان ليه بولس الرسول شديد معاهم، لأن كان في معلمين كذبة كانوا عايزين يهودوا المسيحية، عشان كده كان كلامه صعب. فلا يحكم عليكم أحد، فهنا يحكم عليكم أحد يعني إيه؟ في ناس بتحاول تعلم تعليم عشان تهود المسيحية في أكل أو شرب أو مجاهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح.
الحقيقة في بقية الآية برضو نرجع لها تاني اللي هي رومية 14 5 و6. هنا بيتكلم بولس الرسول عن موضوع الأكل وبيتكلم كلام حلو خالص. لو رجع تاني لموضوع الأكل بيقول لك والذي يأكل، اللي هو بيأكل مين بقى اللي بيأكل دلوقتي؟ اللحم واللي يشرب خمر اللي هو قوي. الذي يأكل اللي هو اتحرر من الناموس عنده الصنارة. فللرب يأكل، هو بيأكل هنا يعني مش بيأكل عشان خاطر انه يعني انتعاش الجسد او رفاهية للجسد، لا ده بيأكل علشان بيأكل للرب، لانه احنا ان عشنا فهقولها دلوقتي، ان عشنا رب نعيش ونموتنا، احنا بناكل علشان احنا نكمل رسالتنا ونقوط هذا الجسد ونقويه، لان احنا بنشهد للمسيح من خلال اتعاب الجسد والاسهار والخدمه الاخره. عشان كده يبقى هنا بقول لك ايه بقى تاني، الذي ياكل فالرب ياكل. بس انا قال حاجه مهمه قوي، لانه ايه؟ يشكر الله. الله. فاحنا مهم قوي لما نقعد عن الاكل اول حاجه نعملها نشكر الله. نشكر ربنا. والذي لا ياكل ما ياكل، لا ياكل ايه بقى؟ ما ذبح للاوثان. سوري، لا ياكل اللحم وخلاص. لا ياكل اللحم بس بيشكر الله، برضه بيشكر الله. فاي نوع من الاكل لما بتشكر عليه ربنا مقبول، يعني في كلتا الحالتين. اهم حاجه الشكر، اهم حاجه الشكر. نحن نشكر الله على الاكل، او اذا ما اكلناش برضه بنشكر ربنا. مش ما اكلناش، ما اكلناش الحاجات اللي بيتكلم على اللي هم الضعاف. ايوه، الايمان اللي ما بياكلوش انواع خاصه من اللحم وحاجات زي كده او الا باكلوا حاجات تانية. أيوه. نباتيه. أيوه. برضه يشكر ربنا، بدل ما اشكر ربنا على باكله وخلاص.